برهم انت رئيس جمهورية واني مدير عام، بيناتنا حساب ما نغلق لحد الان، المفروض نغلقه من زمان. سلام قزاز يقول الفلوس يمك، يم برهم، تعال نقعد سوا ونغلق هذا الملف، لان عيب عليك اطلع يومية بالاعلام ارزل بيك واطيح حظك، وانت رئيس جمهورية عيب عليك قدام اهلك وقدام عشيرتك وامام الشعب العراقي وامام الدول وامام هسه كل السفارات في العراق العامله بالعراق سواء كانت عربيه او اجنبيه، تعرف اني مطيح حظك واطلبك فلوس. تعال نقعد وصير رجال قبالي وخلنا نتحاسب. سلام يقول الفلوس يمك، جيب سلام وخلنا نقعد ثلاثتنا. موضوع مرتك سرباخ اني ما خايف منك احكيها علني، بس انا ما اريد الشعب العراقي يعرف كل التفاصيل، لان عيب عليك انت صرت رئيس جمهوريه، تحمل مسؤوليه وصير رجال مو سربوت. انت هسه امامي انت سربوت، واحد سربوت. موضوع مرتك كلها تعرف بيه، من مسعود البرزاني، الحكيم، العامري، ابو اسراء، الحاج نور المالكي، وكل قيادات الحشد تعرف بوضع مرتك. فلا تخليني احكي بالقلم العريض. أنا شخصيا راح أسوي لك قرن ولبسك إياه ونصح لك بعد برهم ذو القرنين، يعني أبو قرون، إذا ما قعدنا سوى أنا وياك وسلام لغاية 1/2 يا برهم، أنا أتعهد أمام عشيرتي وأمام الشعب العراقي وأمام الكاظمي وأمام الأخ محمد الحلبوسي أبو ركان، أسحلك من ياختك، من ياختك أسحلك، وابن امه وابو حزبك يفك حقه. تحياتي كاكا.